مرحبا من جديد، مستمر معكم في موضوعنا اللي فتحناه بداية الحلقة وما زلنا مستمرين تجاه الأمل والعمل. إنه كل زول عنده دور تجاه نفسه، تجاه البيئة المحيطة به، تجاه أسرته، تجاه جيرانه، تجاه أحبابه، تجاه منطقتك. على مستوى المثال، يعني في الفترات السابقة والحد الآن في مجهودات كبيرة جدا من الشباب، في مجهودات كبيرة جدا يعني حتى من كبار السن في إطار دعم المرافق الصحية، المدارس. نحن في السودان معروفين بأنه نحن يعني أهل مروة وأهل نفير، يعني النفير بشكل جزء وملمح من ملامحنا الثقافية والاجتماعية في السودان. الاستعدادات للخريف سابقا، مجابهة كورونا وأشياء كثيرة يعني حدثت، لقيت أن الناس كانت يد واحدة. خلونا نتجه لمستشفى الخوي الريفي مع الأستاذ إبراهيم تمساح، رئيس لجنة التطوير وإسناد مستشفى الخوي. مرحبا بك، صباح الخير. عليكم السلام، صباح النور. صباح النور عليكم والإخوة في قناة النيل الأزرق. مرحبا بك أستاذ إبراهيم. نحن نتكلم عن الأمل ونتكلم عن العمل ونتكلم عن أنه أي زول مسؤول من المنطقة الموجود فيها، وبلا شك يعني أنتوا عندكم محبة خاصة ومعزة لمنطقتكم في الخوي. خلونا نمشي معاك في جانب المستشفى وتطويره، وانت رئيس لجنة التطوير والإسناد. المستشفى الآن وضعه كيف وعايزين تعملوا فيه شنو؟ وده طبعا من خلال النفير. شكرا أخي، شكرا أخي الكريم. حقيقة نحن لجنة تطوير وإسناد مستشفى الخوي الريفي. حقيقة تنادوا مواطني منطقة الخوي في جلسة عاصفة، تم تكوين هذه اللجنة لغرض التطوير وإسناد مستشفى الخوي، لأنه مآلات الأمور في المستشفى كانت لا تسر أحد، ولأنها المستشفى الوحيدة اللي موجودة في المنطقة. حقيقة شعرنا هذه المسؤولية وبدأنا عملنا إن شاء الله في اتصالات مكثفة مع وزارة الصحة الولائية ووزارة الصحة للتحية. قبل هذا وزارة عملنا على نظافة المستشفى وتغيير تغيير وجهها العام بمواسك وغير توصيل الكهرباء، والحمد لله يعني استطعنا أن نصين 2 وابور ستاندباي للمستشفى، موجودة في المستشفى وبدأ العمل. بعد ذلك تمت اتصالاتنا بالإخوة في المركز وبواسطة أخواننا وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة الولائية والولائية أيضا، وتم التبرع لنا بمعدات كاملة للعملية من الإخوة في وزارة الصحة الاتحادية من الإبرة حتى المشرط، والحمد لله أحضرناها وكانت يعني هذه فاتحة خير. اجتهدنا أكثر من ذلك، نشكر حقيقة أخواننا في رئاسة جهاز الأمن والمخابرات، تبرعوا لنا بعربة ماء تانكر وأيضا وعدونا بإسعاف. أيضا الإخوة في وزارة الصحة الاتحادية صدقوا لنا يعني إسعاف للخوي وخمسة إسعافات أخرى لمحليات أخرى من ضمنها إسعاف للخوي. جميل. ونحن نشكرهم. طيب. نشكر السيد الوكيل الوزير المكلف ونشكر مدير الشؤون المالية والإدارية الأخ كمان. جميل. كويس. أنا جايك في جانب هو ممكن يكون هو مهم برضو بالنسبة لنا نحن، انه نحن نتكلم عن الامل والعمل. الان السودان نحن في فتره محتاجين، لانه احنا كلنا نقيف مع بعض. مجهودات من قبل القائمين على الدوله بالرغم الظروف السياسيه المعقده، ايضا بالرغم من انه نحن يعني اهلنا المغتربين في كل مكان، لما يكون في وقفه الناس بتقيف مع بعض. انا داير امشي في الجانب الاجتماعي، ولاي مدى هو ممكن يكون مهم في تعزيز يعني وربط العلاقات وتعزيز وصل العلاقات بين ابناء المناطق المختلفه وتحديدا منطقه الخوي. نعم هذا جانب مهم جدا. نحن حقيقه في هذا الاطار لدينا اهداف محدده دارين نحققها، من ضمنها اضافه مباني جديده في المستشفى وصيانه المنازل والميزات اللي موجوده في المستشفى، وهذا لا يتاتى الا من واضافه اقسام جديده. لدينا مباني تعثر العمل فيها، دايرين نكمل هذه المباني بواسطه وزاره الصحه الاتحاديه ان شاء الله ووزاره الماليه الاتحاديه،
عشان تتحمل المستشفى أقسام أخرى. فلذلك دعونا لنبير، نبير في الفترة القادمة تقريبا 20 أغسطس، ومن ضمن المستهدفين أبنائنا في دول مجر مختلفة. أنا حقيقة التقيت شخصيا بالأمين العام لرابطة أبناء 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 الدار أبناء الدار في 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 العالم، عندهم رابطة عالمية، أنا التقيت به ووجهت له هذا النداء. ومن هنا أيضا نوجه هذا النداء لكل أبنائنا وكل الحاذبين على المصلحة العامة ومصلحة الوطن وكل رجال المال والأعمال لدعمنا حتى نقدم خدمة طبية ممتازة في منطقة الكويت أو في مستشفى الكويت، ونستطيع من توطين العلاج في هذه المستشفى، لأنه نسبة المتلقين أو المترددين على المستشفى يوميا تفوق ال 400 شخص كلهم كلها ان شاء الله يوفقكم هذا العدد طالبين ويقدركم على فعل الخير. شاكرين ومقدرين استاذ ابراهيم تمساح رئيس لجنه تطوير واسنان مستشفى الخوي، والعمل المجتمعي الكبير والمهم للمنطقه وايضا للمناطق المجاوره بولايه غرب كردفان. من الاشياء المهمه انه احنا زي ما قلت انه احنا ناس اهل نفير، بعدين في مخاوف، المخاوف دائما بتاتي من عدم النجاح، عدم النجاح 200 قبل خوض التجربة. يعني أستاذ إبراهيم وغيره في ناس كثيرة يعني حاملين هم الشأن العام، إنه يا أخي إحنا عايزين نطور حلتنا، عايزين نطور شارعنا، عايزين نصلح المنطقة الفلانية أو الجانب المؤسسي الفلاني، بنلقى إنه في ناس ممكن يكونوا قاعدين معهم يحبطون إنه أنتوا لا يا أخي والله قبل يعني زول ممكن يفكر إحنا خلونا أخذ الجمعة الجاية نبدأ في حملات نظافة. طبعا للأمانة يعني الشوارع الأيام دي حدث ولا حرج، نفايات والخريف يعني مطرة واحدة أو مطرتين كشفتنا، فنزع ربنا أنه تكون أمطار خيرات وبركات ونكون مستعدين لها أكثر وأكثر. فبتلقى أنه في ناس بيقول يا أخوان يا أخي نجتهد نزيل الأوساخ من الشوارع، يعني التروتوار الآن بتاع معظم الشوارع حالة ممكن تكون سيئة جدا، أنت بتفتش لحتة تقطع من خلال أو تعبر الشارع، الناس بتشيل النفايات بتخطها برا في شارع عزلت لأنه العربية بتخل جوه، وكلام كثير يعني ده مواضيع مكررة لنا إحنا برامج مخصصة في قناة النيل الأزرق تحديدا برنامج كالآتي اللي هو بيهتم بمعاش الناس وأيضا الملفات الممكن تكون مهمة وبتهم الناس بالشكل العام وتوصيل أيضا صوت المواطن السوداني. فبنلقى جزء ممكن يحبطك يقول لك لا لا انتوا يا اخي المره فاتت نظفتوا وما عملتوا حاجه، طيب خلونا ننظف المره الجايه برضه، خلونا نصلح، خلونا نبني، خلونا نصين، خلونا نعمل. وما شاء الله يعني ارواح العمل الجماعي هي موجوده وبكثره. بمناسبه نحن نتكلم عن الامل والعمل، نتكلم عن ضروره انه الناس تتفاعل، جات مثلا كورونا يعني ان شاء الله ربنا يبعد الوباء والبلاء والغلاء، جات كورونا الناس يعني هواجس كثيرة كانت جواه، الناس تخيلوا خلاص احنا انتهينا رسمي، يعني بيقول لك يا اخي ناس الدولة الفلانية ديك بالرغم من امكانياتهم عندهم عدد كبير من الوفيات، فما بالك من امكانياتنا نحن، انه احنا امكانياتنا الصحية مدهورة وفيها مشاكل كثيرة، الناس عارف الكلام ان احنا معناه خلاص هننتهي، لكن ربنا كريم ربنا موجود بعد يعني إرادة ربنا ولطفه ومشيته وتوفيقه، إنه الحمد لله نحن استترنا، ممكن نكون من الدول السجلت هي إصابات، لكن مقارنة بالدول الأخرى يعني أرقام ما كبيرة. شفنا الناس كيف تداعت، شفنا الشباب من خلال مختلف المؤسسات المعقمات البسيطة والتوزيع على البسطاء، كل أشياء مهمة. شفنا درجات الوعي، شفنا الوعي اللي كان في السوشيال ميديا لأعمامنا ولأبانا والنسوان الكبار في البيوت، شفنا الوعي والرسائل اللي رسلوا الأطفال، قلنا نحن البلد دي بنقدر ننهض بها لقدام طول ما خدتنا نحن دايرين نعمل شنو. ده على سبيل المثال. الآن يعني في الأخبار اللي قريناه إنه جدري القرود ظهور حالة واحدة. طيب الدنيا ما انتهت، الناس بتعرف إنه المرض هو شنو من خلال المختصين طبعا، إذا هو معدي بعادي كيف، طرق الوقاية منه كيف، العلاج منه كيف، ببساطة يعني ما بتتخوف من أشياء هي لسه ما حصلت. أنا قبل ما أطلع من بيتنا ما حطلع حقول أنا والله حامشي حعمل حادث، لا لا لا، أنا حامشي والله إن شاء الله
وحالاقي الناس وحاتونس مع الناس وابتسم مع الناس واكل مع الناس وارجع مع الناس، ما في مشاكل يعني. لكن ما حقول انه انا لا همشي قبل ما اصل شارع الزلط حتوقعني عربي، دي مخاوف. المخاوف دي ممكن تمنعني انه انا اصلا ما اقوم من سريري يعني. فدي مشاكل، يا ريت انه الناس تتعامل بالروح الايجابيه دي اكثر واكثر، وزي ما قلنا تجاه كل زول، تجاه بيئتك، تجاه مدرستك، تجاه مؤسستك، تجاه